الكرة على البيت والنوز بيقول اسمع اسمع قال لك سيرتي وقال لك ريتش وهو عنده اتنين رياكت بيكون ملمع عادي السبت وبيكون ابن بابا الحد قال لك ريل وقال لك فاكت قال لك برضه كتير بتضحك قال لك مش بقلد حد على الشاعر رياكت فاخت محترف وصايع راب ان كان دسات ولا ساد اصلي في الحالتين بجيب للخصم اعراض اكتئاب انت مستواك بيقل يا ريتك حتى بقيت بترص كل يوم بتنزل فيديو بتعمل دسات ولا فلوجز قال لي تكنو خايف تكلم هضبة لا يخيطك لا مرضيش يكلم هضبة عشان لو جالك هيشلفطك ليه بتجيب في سيرة شبرا ورايح جاي تشتم في الناس يا ابن امبابة ده اشهر واحد فيكم زيادة دساس لا والضحك بيقول له ما توطيش عشان ريكورد طب ما تقول لنفسك انت قبل ما تروح له الاستوديو مره معادي ومره مبابة انتمائك فعلا بولد بيعمل دس على المقسوم عشان عبيط ملوش في الاولد وانت قلت نورس ده طائر تقريبا شطب وانت وتكنو مش اخوات لا تقريبا شقطك جبت سيرة خالد شكله حرقك تقريبا شطب من النهارده اسمك شيماء جاجا اصل انت بطل محروق من فكرة ان باسل لسه جديد وتون وانت بقالك هنا سنين ومحتاج تتعلم من الاول هو من الصبع يشتغل وانت من الصبع متدهول بطل شرب وفوق لنفسك شكلك كان باين متسول والمرة الجاية لما تدس حد بلاش المنشن حاول تبقى تقيل شوية ما تبينش انك اتنشن لكن برضو بعمل فيديو عشان مجهول محتاج تتشاف بس نجيت لي برجلك تاني هتروح وانت متشال طول عمري نجم اللقطة ركز حبة وانت تفهم جبت اسامي كل اصحابنا في التراك ده الا اسمك يعني الكل خد ريسبكت وخد سبورت وانت لسه يعني اصحابي الفان عرفهم لكن مش عارف مين انت فهيعمل كومنتات يسألني مين اللي انت دسه وده التسويق يا صاحبي اللي انت عبيط ما كنتش دارسه رغم انك مش مشهور عرفت اجيب منك فيوز عشان دي دماغ ابليس بجد محسوبك ونوز